علي مستوطنين من تبعين التلال زعران طبعا يكون هذول خارجين عن القانون هذول يومتها يعني ضايقوني لنهرتها ودم ياخذ الغنم وتسلبطوا علي فانا معهم سلاح هذا كان توتها يعني واعترضت انا عن طريق يعني ودي اخذ الغنم طبعا عند المال عدل الروح فطخني في رجلي في الركبه اليمين طلقين ان شاء الله الواحد يقدر يعني الحين ان شاء الله اقدر اشتغل وعيش الصغار ان شاء الله واسرح مع الغنم وارجع لحياتي الطبيعيه ان شاء الله واسير يعني اطلع على الجبال فوق اطش وامشي.